يواصل مركز العبدلي للتطعيم ضد كوفيد 19 والذي تم افتتاحه يوم أمس استقبال المسجلين لتلقي اللقاح، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على التوسع في تقديم خدمة التطعيم ضد الفيروس. تصل القدرة الاستيعابية للمركز الجديد إلى نحو 2000 شخص في اليوم، حيث يضم المركز 12 وحدة تطعيم وغرفة طوارئ وصيدلية مركزية. مشاهدينا الكرام، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مركز العبدلي للتطعيم ضد كورونا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد تركي. فهد، أهلا بك معنا. انقل لنا الصورة من حولك فهد، ما مدى الإقبال على المركز بعد يوم من تدشينه؟ إليك تفضل. مساء الخير زميلتي زينب، مساء الخير زميلي بسام. تسابق وزارة الصحة الزمن في سبيل تسريع وتيرة التطعيم في كافة محافظات البلاد بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية الكاملة وبالتالي العودة الكاملة للحياة الطبيعية. مركز جديد تم تدشينه بالأمس من قبل وزارة الصحة في منطقة العبدلي الزراعية بهدف تطعيم أكبر عدد من العمالة التي تعمل في الحيازات الزراعية في منطقة العبدلي، في صورة تجسد الحرص الكبير من قبل السلطات الصحية في البلاد في سبيل تحسين كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. الطاقة الاستيعابية لهذا المركز تصل في اليوم الواحد لأكثر من 4000 شخص، في صورة تجسد تعاون كل الجهات المعنية والتطوعية في سبيل التصدي لفيروس كوفيد-19 لتسليط الضوء بشكل أكبر على جهود مركز التطعيم ونسب العمالة التي تم تحصينهم في خلال يومين. يسعدنا أن نلتقي بالدكتور علي جواد رئيس فريق الطوارئ في مركز التطعيم في منطقة العبدلي الزراعية. مساء الخير دكتور. بعد التحية، جهود كبرى تبذل من قبل وزارة الصحة في سبيل تحصين المجتمع. اليوم مركز جديد في منطقة العبدلي الزراعية، ما هي الفئات المستهدفة في جانب، وكم تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المركز في الجانب الآخر دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساك الله بالنور ومشكورين على الاستضافة وعلى حضوركم. نعم، مثل ما تكلمت قبل شوي وذكرت أن الطاقة الاستيعابية لهذا المركز الجديد اللي هو بدأ بالأمس تقريبا تصل باليوم من 3 إلى 4000 جرعة أولى من اللقاح، تستهدف طبعا القاطنين في منطقة العبدلي والمزارع اللي حوالينها والمصانع اللي حوالينها، وإذا في ناس تعمل في المناطق اللي حوالين المنطقة الشمالية اللي كان عندهم صعوبة أن يروحون مثلا يأخذون مواعيد يروحون إلى أرض المعارض في مشرف أو بالمستوصفات المختلفة، لأن أقرب واحد غير اللي بالعبدلي مجموعة الصغيرة اللي هني أقرب واحد يعتبر في يعني نسبيا بعيد عليهم. فكانوا في الأسبوعين الماضيين نفس الحملة مشابهة في منطقة الوفرة الزراعية. بعد نجاح العملية هناك واستهدفوا عدد كبير من العاملين والقاطنين في ذيك المنطقة، حبوا يجربون في هذا المكان. أمس كان اليوم الأول، راح تكون على مدار أسبوعين 14 يوم، من 10 إلى 14 يوم تحديدا. أوقات العمل من 10 صباحا إلى 8 مساء. أمس كان اليوم الأول، طبعا المكان مقسم إلى فريقين، فريق اللي بالخلفني العاصمة الصحية والناحية الثانية الفروانية الصحية، بأطقمهم التمريض والمترونات وكذلك الأطباء الرعاية الأولية مشكورين يعني أيضا متواجدين. دكتور، يعني كيف كان الإقبال يعني باليومين دكتور؟ نعم، أمس واليوم، أمس كان مجموع الإحصاء بالطرفين الفريقين مجموعهم يصل إلى 600 تقريبا، 150 إلى 450 من الناحيتين. اليوم لا يزال يعني الأعداد تتوافد أقل نسبيا من أمس يعني، بس في سعة في جهوزية موجودين. طبعا دائما أول يوم يصير في حضور أقل، يبلغون ربعهم، ينتشر الخبر ويبدأ الحضور يزداد مع الأيام، يعني إحنا للحين في بداية الأيام يعني بعدنا. دكتور، يعني تعاونكم يعني كطواقم طبية مع كافة المناطق الصحية في جانب، أيضا نشوف في الجانب الآخر الهلال الأحمر أيضا موجود في مركز التطعيم.
طبعا مو بس وزاره الصحه والهلال الاحمر، يعني من ناحيه الصحه الطواقم المختلفه، يعني انا اغطي الحالات الطارئه وقسم الطوارئ اللي موجود هنا، بس قبلي في الرعايه الاوليه، اطباء الرعايه الاوليه موجودين، طاقم التمريض، تصنيف الحالات اول ما يدخلون توزيعها حسب الفئات وياخذون، بعدين انتظار الفتره ما بعد التطعيم مباشره لاي طارئ قد يحدث. يعني قبل هذا في البدايه الهلال الاحمر موفرين يعني معدات واليات وظل برا مثل مظلات مسوين، لان شوي الحراره شديده مثل ما انت عارف، فانتظار الناس برا قبل الدخول، لان ايضا داخل في طابور، فمساعده الانسيابي، وكذلك دور وزاره الداخليه ايضا معانا في تنظيم من البوابه الى مدخل المركز. دعوتك الاخيره دكتور حق كافه المجتمع. والله اول شيء واخر شيء نتمنى زوال الوباء طبعا قريبا ان شاء الله، وهذا يعني ما يتم الا بتضافر الجهود طبعا، واحده منهم موضوع محاوله السيطره على انتشاره والحد من انتشاره بالتطعيم طبعا. فيعني ننصح بشده ان الناس تسمع وتسال لصاحب الاختصاص، صاحب الشان الدقيق، اذا كان عنده شك، اذا كان عنده اي عائق يسال صاحب الاختصاص، وندعو طبعا للتطعيم لجميع الفئات. كل الشكر والتقدير للدكتور علي جواد رئيس فريق الطوارئ في مركز العبدلي للتطعيم، والشكر موصول لكافة الطواقم الفنية والطبية في هذا المركز للوصول إلى مناعة المجتمعية الكاملة والعودة للحياة الطبيعية. زميلتي زينب، هذا كل ما لدينا من مركز التطعيم في منطقة العبدلي، نعود إليكم واستوديو الأخبار. الزميل فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم.